غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية مع مهند الخطيب. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من غرفة الأخبار وفي عناوينها: اليمن طموحه حل رهانه حسن النية، ثم نتنياهو البحث عن شرعية للاحتلال. هذا بالإضافة إلى ملفاتنا الإخبارية اليومية نتابعها الآن مع ألما. جولة جديدة من المفاوضات بشأن إحلال السلام في اليمن تستضيفها الكويت بعد يوم. الآمال معقودة على أن تسفر هذه الجولة لا كما سابقتها عن حل سياسي يرسي السلام والاستقرار في اليمن. نائب وزير الخارجية اليمني يعول في تصريحات من الكويت على تغليب الفرقاء اليمنيين المصلحة الوطنية لبلادهم فوق أي اعتبار، لا سيما في ظل هدنة نسبية تشوبها بعض الخروق الحوثية. لكن الآمال وحدها لم تكن يوما ضامنا لإحلال سلام في أي بلد يسوده نزاع أو حرب، فالأمل يجب أن يرافقه ضامن بحسن النوايا، لا سيما من جانب من عرف عنهم دأبهم على إثارة الفوضى ومواصلة الحرب والتآمر والتسلح حتى في ظل مفاوضات سابقة. لمناقشة هذا الملف نتحول مباشرة إلى زميلنا حمد في الكويت وضيفه هناك. إليك حمد. كنت ممكن أعرفني. شكرا لك مهند، ونرحب بضيفنا هنا في الاستوديو هنا في الكويت الناشط الحقوقي والسياسي اليمني السيد فيصل المجيدي، ونذكر أنه بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. مرحبا بك سيد فيصل، اليوم نحن على بعد ساعات من الآن وتبدأ جولة المفاوضات الثالثة في الكويت، حتى الآن لا حضور للوفد الحوثي وممثلي الرئيس السابق، ولا أيضا صدر بيان رسمي من لديهم، يعني من قبلهم يوضح موقفهم تجاه هذه الجولة الثالثة من المفاوضات. أهلا وسهلا بك أخي حمد. أعتقد أن هذه الجولة تمثل ربما بادرة مهمة جدا، وهي فرصة أخيرة ربما تعطى للحوثيين والانقلابيين بشكل عام. ربما أن المباحثات التي سبقتها في الرياض أعطت انطباعا كبيرا بأنه يمكن بالفعل حلحلة هذا الملف، ومن ثم الحوثيون من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام قالوا بأنهم سيحضرون وملتزمون بالحضور. يبدو لي أن أخشى أن يكون هناك ثمة طرف الثالث تدخل في اللحظة الأخيرة، إن صحت أخبار أنهم حتى هذه اللحظة لم يصلوا. ربما أن هناك طرف ثالث رأى أن في تسوية الملف اليمني ربما سيفقده أوراق، دعني أكون صريحا معك، وهي إيران في هذا الملف. لكن دعنا ننتظر الساعات القادمة، ربما هم لا يزالون في الطريق، لأن وفد الشرعية حسب ما علمنا قد وصل إلى وفد الشرعية، وصل والمبعوث الأممي وصل، الكل بانتظار، والسفراء أيضا. نعم، الكل بانتظار الطرف الآخر. بالضبط، وهذا الأمر حقيقة مؤشر على عدم الجدية من قبل هؤلاء، وتلاعب حقيقة بمشاعر ليس فقط حقيقة الراعين، ولكن أيضا للشعب اليمني الذي ينظر إلى هذه كفرصة ربما لإيقاف نزيف الدم، لعودة الحياة الطبيعية، وبالتالي سيتحمل الطرف الحوثي المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن إفشاله لملف المفاوضات. نعم، الآن الشعب اليمني أو إن صح التعبير الموقف اليمني من الداخل لا يتحمل يعني أي تأجيل لمثل هذه المفاوضات أو حتى إفشال هذه المفاوضات من قبل هذه الميليشيات الحوثية ومن خلفهم، من قبل من يتبعون للرئيس السابق. كيف يمكن للحكومة الشرعية أن تضغط أمميا لكي يتم اتخاذ قرارات يعني جراء هذه أو جراء هذا التسويف من قبل الميليشيات الحوثية؟ صدق التحرير في غاية الأهمية مسألة أن الشعب اليمني بالفعل لم يعد يتحمل كثير من الإشكاليات. أنت تتحدث عن ربما الاحتياطي في البنك المركزي، وهي معلومة أخذتها من رئيس الوزراء، كان 5,300,000، الآن أصبح 1,300,000، وكثير من هذه المبالغ ربما 300 مليار ريال يمني تم إنفاقها على ما يسمى بالمجهود الحربي، وبالتالي انعدام المشتقات النفطية، الكهرباء. أنت تتحدث عن بلاد ربما يمكن أن تطلق عليها بلاد الظلمات بسبب عدم
موجودة، الكهرباء تماما منقطعة، تماما الخدمات منتهية، القتل بشكل يومي، المستشفيات مدمرة، كثير من الجوانب الصحية بفعل العدوان الداخلي للحوثي، وبالتالي هي فرصة فعلا لأن يعيد تموضعه على المستوى اليمني والمستوى العربي. وهي إشارة للأسف الشديد تعطي انطباعا بأن الأمم المتحدة يجب أن تقف موقف حقيقي، يجب أن يعرف السفراء الذين يضغطون على الحكومة الشرعية بسبب الأوضاع الداخلية بأنهم الآن أمام المحك في مصداقية مجلس الأمن باتخاذ قرار حقيقي بحسم المعركة عسكريا إذا لم يتم حقيقة سياسيا، خاصة وأن الحوثيون أعطوا أكثر، هذه الجولة الثالثة نحن نتحدث عنها، ولم يقدموا ما يمكن تأكيد جديتهم في هذا الملف. وإن كان الوضع مختلف يعني في البداية في السابق الجولة الأولى والثانية كان هناك خروقات واضحة للهدنة، هذه المرة في الجولة الثالثة خروقات بسيطة من قبل الميليشيات الحوثية، ولكن أبدوا حسن النية، ذهبوا إلى الرياض، جلسوا يعني تفاوضوا مع الحكومة اليمنية لمدة أسبوعين، ثم في ساعة الحسم تغيب. نعم، دعني أقول كلمة فيما يتعلق بمسألة الجدية. تتحدث عن ثلاث هدن سابقة تم بالفعل عدم اعتبار أي هدنة لديك مدينة تعز، حتى هذه اللحظة لم تتوقف الطلقات ولا القتل، ولهذا أشار لها والد الشيخ بأنها هناك خروقات وقتل المدنيين. طبعا من يقوم بقصف المدنيين هم الحوثيين، لم يقدموا أي حسنية فيما يتعلق بهذه المدينة تحديدا، لكن هناك خروقات في مأرب، في الجوف، في نهم. نحن نتحدث عن أن الحرب عمليا لم تتوقف، مع ذلك الحكومة تقدمت وبشجاعة، والتحالف أوقف ضرباته الجوية، وهو أمر يؤكد للمجتمع الدولي ولشعبنا في الداخل أن هذه الأطراف تسعى بالفعل لإنجاح المفاوضات، في حين أن الحوثي وربما بضغط من إيران ربما لا يريدون الحل. طيب الحوثي سيد فيصل، يعني عفوا المقاطع، الحوثي هو من يخرق الهدنة، واليوم يشترط حضوره إلى الكويت حسب الأنباء التي سربوها وقف إطلاق النار بالكامل لكي يتم أو لكي يحضر إلى الكويت. هذه من العجائب فعلا، لأن الحوثي بالفعل هو من يخرق الهدنة. التحالف تقريبا الآن السماء هادية، يعني استخدم هذا المصطلح، لم يتم تقريبا وجود أي إطلاق للنار من الطائرات أو استهداف، لكن في المقابل الحوثي ليس فقط هو حتى هذه اللحظة يشعل الجبهات بالحروب، ولكن أيضا يقوم بإعادة انتشار للقوات وحشد الأسلحة وحشد هذه القوات، بحيث أنه ربما يحقق بعض المكاسب حتى يستخدم موك أوراق في الطاولة. وأنت تعرف بالمقولة التي تقول من يحسم على الأرض يحسم على الطاولة، لكن حقيقة المقاومة هي ترد كرد أفعال من باب الدفاع عن نفسه، وهو الذي كفله النظام الموقع والاتفاق الموقع بين الأطراف. نعم، إذا لماذا يسربون مثل هذه الأخبار؟ بغية الضغط ربما الإعلامي أو الكسب الإعلامي؟ ليس أكثر من محاولات ابتزاز، لأنهم يشعرون حقيقة بأنهم بتطبيقهم للقرار 22/16 صديقي العزيز ربما سينتهون عسكريا وسياسيا، إذ أن البند الأول من القرار في المادة الثانية يتحدث عن وقف إطلاق النار، وهم لم يوقفوا حتى هذه اللحظة. البند الأهم والأخطر، وهو الذي نركز عليه جميعا كمجتمع مدني وأيضا كتحالف وكمجلس الأمن الذي أجمعت الكرة الأرضية عليه، وهو تسليم السلاح. هذا الأمر يعني أن يصبحوا مجرد قوة تختلف عن كينونة هذه الجماعة، وبالتالي هم يتحفظون على مسألة تسليم السلاح، وإن كانت تصريحاتهم في هذا المجال أستطيع أن أقول لك إنشائية ضبابية لا تنم عن التزام حقيقي، ومع ذلك الفرصة مواتية أمامهم بالفعل ليقدموا للمجتمع الدولي ما يحاولون تسريبه بأنهم على استعداد للعملية السلمية. نعم. رغم الإيجابية التي تسود هذه المفاوضات، مفاوضات الكويت منذ أو قبل بدء هذه المفاوضات، إلا أن جرأت بناء الثقة من قبل الحوثيين لم يتم التقدم بها قيد أنملة. صدقت، كنا في جنيف بالفعل وراقبنا الوضع. العملية توقفت عند أمرين اثنين، الأمر الأول هو إطلاق المعتقلين، رفع الحصار عن مدينة تعز، لا يزال الحصار قائم عن مدينة تعز حتى هذه اللحظة، تمنع الأدوية، يمنع كل وسائل الحياة من دخول هذه المدينة سواء من غذاء أو شراب أو حتى الأكسجين للمستشفيات. الأمر الآخر، المعتقلين وهم كثير منهم سياسيين وناشطين ومدنيين تم اعتقالهم من منازلهم وليس في الحروب، ومع ذلك ترفض جماعة الحوثي إطلاقهم، تريد الابتزاز بهذه الورقة الإنسانية لتحويلها لورقة مفاوضات، وهو أمر معيب في حق هذه الجماعة وأيضا في حقيقة في المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يضغط بأن تتم هذه الإفراجات بعيدا عن طاولة المفاوضات. نعم، المطلوب واضح من خلال هذه المفاوضات، والإطار العام لهذه المفاوضات هو قرار أممي 2216، ولكن ما الذي يمكن
ممكن أن يتم من خلال هذه المفاوضات، إذا ما علمنا بأنه المبعوث الأممي يضغط على الطرفين بأن يكون هناك تنازلات من قبل الطرفين ليتم إخراج اتفاق بصيغة معينة يخدم الملف أو ملف القضية اليمنية. هو كان مفترض غدا أن تكون جلسة بروتوكولية يتم من خلالها تأكيد جدول الأعمال الذي هو في الأساس تطبيقا للقرار 22-16. لدينا ثلاث مرجعيات: المرجعية المحلية وهي مخرجات الحوار الوطني، المرجعية الإقليمية وهي المبادرة الخليجية، المرجعية الدولية وهي القرار 22-16. كان سيتم التأكيد على تثبيت إطلاق النار غدا، يتم أيضا من خلاله بحث النقاط الخمس أو مناقشة النقاط الخمس. يبدو لي أن وفد الشرعية يريد أن تكون النقطة الأولى المعتقلين، ثم السلاح. الحوثيون يريدون أن يقدموا العربة على الحصان ويبدأوا ببحث المجال السياسي، وهذا أمر غير ممكن لأنه سيخالف لكل المبادئ المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا. نعم، هل سنشهد في بدء هذه المفاوضات إن تمت يوم الغد أن ما كان مرفوضا بالأمس يصبح يعني أمرا مقبولا في اليوم؟ نعم، ولهذا أنا أتحدث معك، في الكويت هم كانوا يرفضون بالفعل أن يكون لأي من دول التحالف يد، الآن هم يقبلون بالسعودية كوسيط بين الأطراف، وهي كذلك وتتبع اتفاق الظهران الذي المملكة صدقت الجميل. المملكة يا سيدي الفاضل عرضت هذا الأمر في شهر منذ دعني أقول فبراير أو حتى منذ شهر تسعة بأن يأتي الأطراف إلى الرياض للتفاوض، وعقدت مؤتمر الرياض. الحوثيون كانوا يرفضون باعتبار أن هذه كما يقولون أو دول العدوان كما يسوقونها، الآن قبلوا وذهبوا بأنفسهم إلى الرياض، والآن هناك تطور حقيقي. الكويت تمثل لليمنيين حقيقة محطة ذات جذور عاطفية وجدانية، باعتبار أن هذه الدولة العزيزة على الشعب اليمني احتضنت في 79 مفاوضات بين الشطرين حينها، وتقدمت كثير من الأوراق في دولة الكويت، والكويت لها فيها أيادي بيضاء على الشعب اليمني كما هو الحال مع الإمارات ومع المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا الأمر يجب أن يفهمه الحوثيين بأننا لا يمكن أو اليمني لا يمكن أن ينسلخوا عن محيطهم، لأنه لا يمكن أن تنقل الجغرافيا إلى شمال الجزيرة العربية وتحدد به إيران. نحن قلب هذه المنطقة، وأيضا امتدادنا العروبي هو الذي ربما يقرر مصير هذه المفاوضات. وحسنا حقيقة فعل الأطراف بقبولهم بأن يأتوا إلى الكويت لأنها بشارة خيف. نعم. نختم بهذا السؤال باختصار، يعني ما تفسيرك حينما يبعث الحوثي بمندوبيه للتنسيق والأعمال اللوجستية إلى اليمن ثم في يوم المفاوضات لا يحضر؟ نعم حقيقة حتى لا على الأقل تقدير. نعم، أنا أعتقد أنها حقيقة رسالة سؤنية وكشف ربما تساقط كثير من المكياج الذي ربما حاول الحوثي أن يقدم به نفسه بأنه يريد السلام ويسوق نفسه بهذه العملية. ربما وقت الحقيقة انكشف كان يريد من خلال هذه الأوراق أن ترفض الأطراف مثلا وقف إطلاق النار، أوقفت، تقدمت الحكومة، بل أن الحكومة أعلنت موافقتها وأنها ستذهب إلى أي منطقة للعملية السياسية. نعم. وحقيقة دول التحالف أيضا قدمت كل التسهيلات، بقي فقط إيران والحوثيون هم الرافضون فقط. شكرا لك الناشط السياسي والحقوقي اليمني السيد فيصل المجيدي، كنت ضيفا معنا في هذه الفقرة. شكرا لك. أشكرك أخي العزيز. الآن عودة إلى مهند في أبوظبي ومتابعة بقية غرفة الأخبار. شكرا جزيلا لك حمد ولضيفك. الآن إلى ألمى مباشرة وبعض المشاركات من المشاهدين بخصوص الموضوع اليمني. مفاوضات سورية، مفاوضات اليمن، مفاوضات عموما. لدينا بعض المشاركات التي وردتنا على تويتر حول الأزمة اليمنية. محمد يقول: على الحوثيين تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والابتعاد عن المظلة الإيرانية إذا أرادوا إنهاء الأزمة اليمنية. أما أحمد فيقول: لن تنجح الهدنة أو الحوار في إنهاء الأزمة في اليمن، بل سينجح الحسم على الأرض. أحمد أيضا مشترك ومشاهد آخر اسمه أحمد يقول: الحوثيون لم يلتزموا بإعلان الهدنة وبأي حوارات سابقة، وبالتالي لن يلتزموا بهذه المفاوضات. عبد الرب يقول: هل ستناقش كل القضايا التي تسببت بالأزمة اليمنية بكل شفافية وبدون استثناء؟ تبقى هذه الأسئلة مشروعة طبعا حتى نعرف جوابها الحقيقي مما سينتج عن هذه الجولة من المفاوضات في الكويت. من جديد إلى مهند. شكرا جزيلا لك يا ألمى.